متواصلين مشاهدينا الأعزاء في انطلاقة هذا السباق المحلي التاسع ومرحلة الثانية مرحلة الكبار. إذن انطلق في هذه الأثناء مشاهدينا الأعزاء الشوط الثامن. هذا الشوط خاص بفئة الثنايا القعدان، وأهنئ جميع الفائزين في هذا اليوم وفي هذا السباق المحلي العاشر. الفترة المسائية ستكون الانطلاقة في تمام الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم. أنوه لي السادة المضمرين بأن الانطلاقة في تمام الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم، والموعد مع أشواط الحيلي والزمول أشواط الكبار، و 13 شوطا سنشهدها بإذن الله في الفترة المسائية. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول خوزان لهجن الشيحانية على المركز الأول بقيادة وتضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الريال لهجن الشيحانية أيضا بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور دور المركز الثالث، وهنا وصول الناوي من يتسلل بدوره إلى المركز الثاني لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني، وتضمير الناوي مع المضمر فهد بن سالم بن مسعود المري. ننتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا الريان يتراجع إلى المركز الثالث لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور دور المركز الرابع، ووصول شعار هجن الرئاسة على ظهر الكاسبي في هذه اللحظات. الكاسبي على المركز الرابع لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عملية التضمير مع سهيل بن دري الفلاحي من اختطف 3 نقاط في مساء البارحة. الدور دور المركز الخامس، وهنا الوعب لهجن الشيحانية، ولكن دخول وتسلل على حساب الوعب من قبل القحيدي لهجن الشيحانية. تضمير القحيدي مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. والناوي نوايا حميدة في هذا الشوط، انتقل انتقال ممتاز إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول بشعار سعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني. عملية التضمير والمتابعة والمسايرة مع فهد بن سالم بن مسعود المري. المركز الثاني خوزان، على المركز الثاني هجن الشيحانية تقدم خوزان وتدفع بهذا الاسم القوي في هذا الشوط. سلطان الوهيبي من يتابع ويضمر خوزان في هذا الشوط وفي هذه اللحظات، من بدأ يتسلل ليعيد حقوقه المنهوبة. كان في أول النداء وفي بداية النداء في مقدمة الشوط، ولكن الناوي خطف المقدمة وخطف صدارة الشوط. خوزان الآن يتواجد على المركز الثاني لهجن الشيحانية. الدور دور المركز الثالث، وهنا الكاسبي من يريد بطبيعة الحال أن يكسب جولة هذا الشوط لهجن الرئاسة مع المضمر سهيل بن دري الفلاحي. القحيدي يتواصل أيضا ويتقدم على المركز الرابع أيضا لهجن الشيحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس، هنا الوعب يصل الوعب على خامس المراكز لهجن الشيحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء. ويشارك في هذا الشوط أيضا جسار لهجن الشيحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، برزان أيضا لهجن الشيحانية برفقة العطية، وأيضا الريان وشاهين لهجن الرئاسة، ومبعد أيضا لهجن الشيحانية، والرامي ومكلف أيضا لهجن الشيحانية بقيادة الوهيبي. الفارس اللي سمو الشيخ حنداب محمد آل مكتوم مع بن هيان، وكذلك الذيب لسعادة الشيخ عبد الله بن علي آل عبد الرحمن آل ثاني مع بن طفلة، وإسراج لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن، وشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برفقة عبيد بن شيران. ننتظر هذه الأسماء المتواجدة والحاضرة في هذا الشوط، ننتظرها في الوقت المناسب. عموما وعلى كل حال، نعود إلى مقدمة الشوط. خوزان
متابعينا الاعزاء يستعيد زمام الامور ومكانه الصحيح وموقعه في بدايه النداء. في هذه اللحظات ينتقل انتقال ممتاز الى مقدمه الشوط والى المركز الاول من هجن الشيحانيه العملاقه بقياده المضمر العملاق ايضا سلطان الوهيبي الناوي على المركز الثاني لسعاده الشيخ احمد بن سلطان ال ثاني فهد بن سالم بن مسعود في التضمير والمتابعه. المركز الثالث الوصول من قبل القحيدي لهجن الشيحانيه سلطان الوهيبي ايضا في المتابعه والتضمير من يقدم خوزان ويقدم القحيدي في هذا الشوط. هجن الرئاسه حاضره بقوه في هذا الشوط على المركز الرابع مع الكاسبي القادم للمشاركه من عاصمه الميادين سهيل بن دري الفلاحي في التضمير. المركز الخامس الوصول والتقدم والتحرك من قبل الوعب اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. وتنتصف ايها الساده المتابعين مسافه الشوط، انتصفت المسافه الاربعه كيلومترات الاولى انقضت ويتبقى مثلها تماما. اذا صفحه جديده وايضا اربعه كيلومترات ستحمل في طياتها الكثير من المفاجات. المركز الخامس ما زال فيه الوعب لهجن الشيحانيه بقياده المضمر سالم بن فاران. اعود الى مقدمه الشوط والى خوزان. خوزان من الاسماء القويه التي حازت في هذا العام على المراكز المتقدمه الاولى. وايضا لا ننسى الناوي من القعدان الثنايا الذي ظهر بمستوى ممتاز في هذا الموسم، حاز على اشواط رئيسيه في هذا في المحليات التي اقيمت الماضيه وكذلك حاز على مراكز متقدمه اولى. هذا هو الناوي على المركز الثاني وخوزان في المركز الاول. القحيدي يتقدم يقود المنطلقين من الخلف، يقود المنطلقين وارى الوعب ايضا يتسلل والكاسبي من هجن الرئاسه قادم خلف خوزان يلاحق القحيدي والوعب بهذا الشوط بقياده بن دري. الله اسمارها قادمه للدخول في عالم النداء والاذاعه، اسمارها تتقدم يا متابعين اراها حاضره بقوه. ما زالت المقدمه مع خوزان بقياده خوزان. سلطان الوهيبي يقدم ويتابع شعار هجن الشيحانيه مع خوزان ومع القحيدي. الناوي 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 على المركز الثاني لسعاده الشيخ احمد بن سلطان بن جاسم بن فهد ال ثاني فهد بن مسعود في التضمير. هذا هو الناوي على المركز الثاني. المركز الثالث يصل القحيدي اخر ثلاثة كيلومترات يا مضمرين يا متابعين. هذا هو القحيدي يصل على المركز الثالث. الكاسبي يتسلل بدوره ويخطف المركز الرابع على حساب الوعب. هذا هو الكاسبي من هجن الرئاسة على المركز الرابع وسهيل بن دري الفلاحي في التضمير والمتابع. المركز الخامس الوصول والتقدم من الوعب هجن الشيحانية سالم بن فران أيضا يواصل المتابعة في هذا الشوط. أعود إلى خوزان 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 وكان التبادل مستمر على المركز الأول ما بين خوزان وما بين الناوي الاثنين الموجودين على مقدمة الشوط المتواجدين على صدارة الشوط. هذا هو خوزان وكان في تبادل مستمر مع الناوي. عموما وعلى كل حال المراكز تقترب من بعضها البعض، الشعارات تقترب والأسماء. خوزان يقود المنطلقين، يسيطر على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، والوهيبي يتابع الموقف، والوهيبي يتابع يتابع سلطان الوهيبي، يتابع خوزان، يقدم خوزان والقحيدي في دائرة النداء. المركز الثاني هنا الناوي وأيضا بن مسعود يتابع بدوره، يتابع الناوي بدوره كمضمر يقف خلف تضمير الناوي في هذا الشوط. تعود ملكية الناوي لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود في عملية التضمير. الشقب أخذ بدوره أو هنا الوعب أخذ بدوره يتسلل ولكن عاد القحيدي مرة أخرى ليخطف المركز الثالث. الكاسبي على المركز الرابع وهنا مشاقب المضمرين يصل بشعار هجن الشيحانية خلف دائرة النداء قريب جدا من دائرة النداء. وأيضا هناك شعارات أراها بالعين المجردة تقريبا سبعة أسماء في موقع واحد ولكن النداء والإذاعة مصرح للخمسة المراكز الأولى فقط. ما زال خوزان سيد الموقف بل ينطلق خوزان، ينطلق خوزان على مقدمة الشوط على المركز الأول. والناوي الناوي 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 اللي ناوي على هذا الشوط اللي ناوي على المركز الأول
في هذا التجهيز للختاميات، في هذا التجهيز في أول ملتقى بعد مهرجان سيدي سمو الأمير. تلتقي هذه الأسماء بعد مشاركة كبيرة خاضت هذه الهجن في هذا العام، وأيضا يتبقى أمامها الكثير، يتبقى أمامها أيضا مشوار طويل، البداية في الوثبة وكذلك وبعد الوثبة في 9 مارس سننتقل مع الختام في ميدان المرموق. أتمنى التوفيق لشعار العنابي والهجن الشيحانية ولكل المشاركين. الله يا خوزان، خوزان ما زال سيد الموقف متابعينا الأعزاء، وقدرنا لوحة 1500 متر الأخيرة، والناوي يرقص على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني، فهد بن مسعود بالتضمير، وانطلق الوعب وانطلق القحيدي، قادم القعدان قادم للتنافس، الوعب الوعب من الجانب الآخر لهجن الشيحانية، سالم بن فران يقدم الوعب في هذا الشوط، والقحيدي أيضا قادم على المركز الرابع أيضا لهجن الشيحانية وسلطان الوهيبي، الكاسبي على المركز الخامس لهجن الرئاسة وسهيل بن دري الفلاحي يتابع ويقدم الوعب، من قدم عالية في مساء البارحة وحازت على أفضل توقيت، الكيلو متر الأخير يا مضمرين وخط النهاية قريب، إذن أمتار قليلة تفصلنا عن راعي الشوط، عن معرفة بطل هذا الشوط، وانطلق خوزان وانطلق الناوي وانطلق الكاسبي، انطلق بالشعر هجن الرئاسة على المركز الثالث، وانطلق القحيدي أيضا مع الوهيبي، يا سلام القحيدي يخترق الصفوف، يتقدم مشاهدينا الأعزاء برفقة خوزان. الله يا الوهيبي، الله يا الوهيبي، يقدم الاسمين القويين، بن دري ايضا يقف خلف تضمير الكاسبي من هجن الرئاسة، وتتجدد المعارك في هذا الشوط، الناوي الناوي على المركز الرابع، ولكن هنا القحيدي جر الشوط وجره الوهيبي، جره يا الوهيبي جره على مقدمة الشوط، هذا هو القحيدي، انطلق مشاهدينا الأعزاء، سلام 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 على القحيدي وعلى جماهيره وعلى متابعينه، وسلامي عليك يا الوهيبي، سلامي عليك يا سلطان الوهيبي، هذا هو القحيدي ينفرد مشاهدينا الأعزاء في أمتار الحسم ليحسم أمور هذا الشوط لمصلحة الشعار العنابي ولهجن الشيحانية من خلال تقديم القحيدي على المركز الأول وخوزان على المركز الثاني. يا سلام مضمر العنود، من خطفت أول أشواط الثنايا في هذا اليوم واستهلت أشواط الصباح، تهانينا لهجن الشيحانية والتهاني للمضمر سلطان الوهيبي على هذا الفوز وعلى تقديم خوزان وعلى تقديم القحيدي في المركز الأول. لحظات الوصول أشكرك يا الوهيبي، لحظات الوصول تهانينا وناموس هجن الشيحانية والتهاني لسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث الناوي لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم آل ثاني، التهاني أيضا لفهد بن سالم بن مسعود. الكاسبي يصل على المركز الرابع لهجن الرئاسة مع المضمر سهيل بن دري الفلاحي. الوعب يأتي في المركز الخامس لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على الفوز بالمركزين الأول والثاني. التهاني موصولة بطبيعة الحال للمضمر العملاق، للمضمر المبدع، للمضمر المميز سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن هذا هو مشاهدينا الأعزاء، يصل القحيدي قاطع مسافة الشوط في 13 دقيقة 38 ثانية و56 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشيحانية والتهاني لسلطان الوهيبي. المركز الثاني، المركز الثاني يصل خوزان بدون أي تعليمات، 13 دقيقة 42 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشيحانية والتهاني أيضا لسلطان الوهيبي. المركز الثالث الناوي، وتوقيت الناوي 13 دقيقة 47 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، والتهاني موصولة لفهد بن سالم بن مسعود المنزل.